الخبر الآخر فقرة الأخبار الفنية، جاستن بيبر يغلق باب السيارة على زوجته ويضعها في موقف محرج. تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد مثير للجدل للنجم العالمي الشاب جاستن بيبر، وظهر فيه لحظة خروجه من السيارة حيث بدأ غاضبا ولم يلتفت إلى الخلف قبل أن يوصل الباب جزئيا، وتبين أن زوجته هيلي بيلدوين كانت تقوم بالخروج بعده مباشرة. وأثار هذا الكثير من التساؤلات في أوساط المتابعين، حيث اعتبر بعضهم أن علاقتهما لا تسير على ما يرام، ولفت آخرون لأن هذا التصرف ناجم فقط عن تقلب في المزاج لدى الفنان لا أكثر. What up, Jay? What's up, Justin? Good morning, Justin. This way, mate. Hey, Haley, how are you? This way. Justin. Give him some space, guys. Come on, let him breathe. يجوز كانت حركة عفوية، يجوز حركة عفوية غير مقصودة. أنا بلش متعاركين بالسيارة. متعاركين وممكن حركة عفوية. هو مثير للجدل أصلاً كل تصرفاته. كبروا الموضوع صراحة. يلا ها هي.